السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله مسقعة الباذنجان الشامية بخطوات جدا بسيطة وسهلة، وطعني مكوناتها بسيطة وطعمها أكثر من رائع. طبعا إحنا عملنا على القناة أكثر من نوع مسقعة، بس هذه مسقعة الباذنجان على الطريقة الشامية بسيطة وطيبة ورائعة. قبل ما تعمل طريقة تعمل مسقعة الباذنجان الشامية بخطوات بسيطة، بتمنى منكم تفعلوا زر الجرس وتعملوا لنا اشتراك للقناة حتى نقدر نوصل لكم كل فيديو جديد في القناة. خلينا نروح نشوف كيف نحضر مسقعة الباذنجان الشامية خطوة خطوة بمكونات بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا العمل لمسقعة الباذنجان الشامية، في عندنا هنا مقدار 2 كيلو باذنجان قشرناهم وقطعناهم مكعبات، وفي عندنا هون مقدار 3 رؤوس بصل مقدار نص كيلو أيضا قطعناها مكعبات، ومقدار كيلو بندورة أيضا حمراء قطعناها مكعبات، وفلفل حلوة ممكن نضيف حمراء وخضراء وصفراء، وثلاث رؤوس ثوم قطعناهم شرحات، وثلاث حبات فلفل حار، طبعا فلفل حار حسب الرغبة. طبعا في عندنا زيت الزيتون البلدي، في عندنا الملح والفلفل الأسود والكزبرة. الآن راح نشوف كيف نطبق مسقعة الباذنجان الشامية خطوة خطوة وبكل بساطة. احنا بداية راح نسخن الزيت على النار، وبنضيف له الثوم والفلفل الحار. طبعا بنقلب الثوم مع الفلفل الحار حتى يتذبل الفلفل وتطلع ريحة الثوم. الآن بعد ما تذبلت المكونات وطلعت ريحة الثوم، بنضيف البصل اللي قطعناه مكعبات أيضا، وبنقلبه مع الثوم والفلفل بالزيت. الآن بنضيف الفلفل الحلو الأخضر، مثل ما حكينا ممكن نضيف الأحمر والأصفر حسب المتوفر عندنا، وبنقلب جميع المكونات مع بعضهم. مكونات جدا بسيطة وطعمها أكثر من رائع. الآن بنضيف البهارات اللي حكينا عنها، ملوء الملح والفلفل الأسود والكزبرة، طبعا حسب حاجتنا بنضيف ملح وفلفل أسود وكزبرة. وبنقلبهم مع بعض. الآن بعد ما ذبلنا جميع المكونات مع بعضها، بنضيف البندورة للمكونات. وبنضيف الآن معجون البندورة أو رب البندورة مقدار ملعقتين كبار، وبنترك الجميع على النار حتى تتسبك المكونات تماما. نلاحظ أنها تسبكت. ممكن نضيف لها الحمص الحب المسلوق، أو بنضيفه ديكور على الوجه حسب رغبتنا إحنا. إذا عندنا حمص حب بنضيفه. هنا الباذنجان إحنا قليناه بالزيت وحطيناه على ورق نشاف حتى يتخلص من الزيت. وهون الآن الصلصة المسقعة اللي طبقناها وسبكناها أصبحت جاهزة. الآن بنسكبها في الطبق. يعني طبعا ما بتنطبخ الباذنجان معها، لأن الباذنجان المقلي ما بتحمل ينطبخ مع المسقعة. الآن احنا بعد ما بنفرد الصلصة اللي حضرناها، بنسكب الباذنجانات أو بندير الباذنجانات على الخليط اللي طبخناه، وبنخلطهم مع بعض بلطافة بخفة حتى ما يتفقس الباذنجان. بنقلبهم مع بعض. طبعا ممكن ناكلها سخنه، ممكن ناكلها بارده حسب الرغبه. اسمها مسقعه، تؤكل كمقبلات بارده او طبق ساخن. الان احنا راح نسكب الطبق بعد ما قلبنا الباذنجان مع المكونات الخليطه صلصه البندوره والخضار. سهله جدا وبسيطه وطعمها اكثر من رائع. مثل ما حكينا الحمص الحب ممكن نطبخه مع الصلصة، ممكن نضيفه يعني تزيين أو ديكور على وجه الطبق حسب رغبتنا إحنا. وبنزين الطبق برشة من الأوراق الكزبرة الطازجة أو البقدونس حسب رغبتنا، وهيك بكون طبقنا مسقعة الباذنجان الشامية بكل بساطة أصبح جاهز. لا تنسوا عمل اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس حتى نستمر معكم ونظل نوفر لكم ونأمنكم بكل فيديو جديد. وللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام.